خطوات الحصول على نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023 لينك رسمي. نستعرض خلال السطور المقبلة خطوات الحصول على نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023، حيث أنها من الموضوعات التي تهم الآلاف من طلاب الثانوية العامة وذويهم والذين سجلوا رغباتهم عبر الموقع الإلكتروني للتنسيق عبر الأيام الماضية، ويستمر مكتب التنسيق في استقبال رغبات الطلاب حتى مساء غد الأحد. ما هي خطوات الحصول على نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023؟ ومن المقرر أن تتاح نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023 فور إعلانها رسمياً من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في غضون 72 ساعة على الأكثر من إغلاق باب تسجيل الرغبات، والذي تم تحديده بمساء غدا الأحد الموافق 20 من أغسطس الجاري بعد مد التنسيق ليوم إضافي. واحد، الدخول عبر موقع التنسيق من الرابط الإلكتروني هنا. اثنان، اختيار رابط خدمات تنسيق الثانوية العامة للاطلاع على نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023. ثلاثة، الضغط على نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023. أربعة، إدخال رقم الجلوس الطالب لك تظهر نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023. خمسة، إدخال الرقم السري والضغط على خانة التالي. ستة، تظهر أمام الطالب الكلية المرشحة لها فور الإعلان رسميا عن نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023.